متابعينا ومشاهدينا، بنشكركم جدا على دعمكم للفيديوهات السابقه. شكرا لكل من عمل لايك واشترك في القناه. علشان ما نطولش عليكم، طبعا الفيديو كله مدته يعني 3 دقايق، هنعرض فيه اسعار الخضار في سوق العبور للجمله واخبار سوق العبور. اولا طبعا ارتفاع درجه الحراره دي يا جماعه بيأثر على الزرع، تمام، فبيخلي طبعا الجمع قليل، فعلشان كده الاسعار شاده شويه لان المعروض قليل بالنسبه طبعا الخيار والكوسه والعروس طبعا اتحرك. فالاسعار يا جماعه زي ما بنقول حسب كميه العرض والطلب، فارتفاع درجه الحراره دي اثر على الزرع خلى الاسعار شدت. هنشوف الاسعار، فتابع معايا الفيديو علشان ما نطولش عليك. بالنسبه لاسعار البطاطس النهارده، طبعا الثلاجات هتلاقي فيها 16 جنيه 17 جنيه حسب الجوده. التبريد يا جماعه طبعا هتلاقي فيها لحد 18 19 جنيه حسب نوع الزرع، تمام، وحسب الجوده وحسب نوع التخزين. ده بالنسبه لاسعار البطاطس عموما، يعني البطاطس كلها عموما في بدايه من 16 جنيه لحد 19 جنيه. طبعا في بقى كارة ثلاجات، في هتلاقي طبعا السبونتا والتايسون، هتلاقي منه اللي هو التخزين تحت القش والتبريد والكلام ده كله. بالنسبه لاسعار الفاصوليا يا جماعه طبعا فيها لحد 15 جنيه النهارده. اسعار الخيار يا جماعه سعرها عالي، الخيار النهارده يعني في خيار يبدا من 12 جنيه لحد 13 جنيه، وبعض التجار بتقول فيه لحد 15 جنيه، ده سعره شادد. طبعا بالنسبه لاسعار الباميه في 30 لحد 33، وبعض التجار برضو بتقول 35 جنيه في الباميه. اسعار الكوسه سعرها رفع جدا، في لحد 17 جنيه في الكوسه، من 15 جنيه لحد 17 و 18 جنيه كمان. اسعار الفلفل طبعا سعره في المعقول، في بدايه من 4.5 لحد 7 جنيه 7 جنيه ونص. الروم يا جماعه في بدايه من 4 جنيه لحد 7 جنيه حسب الجوده وحسب نظافه الزرع. بالنسبه لاسعار الطماطم، طبعا الطماطم يمكن اكتر حاجه بتتاثر من ارتفاع درجه الحراره، والجمع بتاعها بيبقى قليل جدا جدا، فعلشان كده اسعارها شاده. يعني العدات الصغيره يا جماعه فيها طبعا 200 لحد 220 جنيه، العداية اللي هي 18 ل 20 كيلو، والعداية الكبيرة يا جماعة فيها لحد 250 و 270 جنيه حسب الجودة. الطماطم كلها أو أي خضار عموما أو أي سلعة عموما حسب جودتها. بالنسبة طبعا لأسعار البصل، البصل كما هو أسعاره منخفضة، ربنا يعوض على المزارعين خير. أسعار البصل النهاردة يعني معاك في بصل من 3 جنيه و4 جنيه لحد 5.5 في البصل الاحمر النظيف، والبصل الابيض فيه لحد 6.5، والبصل الكشري الفاير يا جماعه فيه لحد 7 جنيه. دي كانت اسعار النهارده بالتاريخ عشان الناس اللي سالت على التاريخ. النهارده 24/7/2024، ما تنساش لايك واشترك في القناه.